حصل مع شعب الله وخروجهم من أرض مصر من أرض العبودية، وإحنا هنخش معهم في الآيات دي لأن إحنا أخرجنا الله من ظلمة الخطية إلى النور، وأخرجنا من العبودية تحت سلطان إبليس إلى حرية أولاد مجد الله. الآية الأولى بتقول كده: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. ليقل مفدي الرب اللي هو إحنا كلنا مع بعض الذين فداهم من يد العدو. عدد 13 بيقول هم مروا بظروف صعبة، وإحنا بنمر بظروف صعبة وكنا تحت سلطان إبليس، لكن بيقول كده: صرخوا إلى الرب في ضيقتهم فخلصهم من شدائدهم. وإحنا نقول يا رب بنشكرك لأنك أنت خلصتنا من عبودية الخطية. أخرجهم من الظلمة وظلال الموت. قول أشكرك يا رب لأنك خرجتني من ظلال الموت. قطع قيودهم، يعني ما فيش أي قيد على ولاد الله. أمين. تعال أشكر معايا الله في كلمات بسيطة. قول يا رب أنا بشكرك لأجل النعمة اللي أنت اديتهاني. أشكرك لأنك أنت أخرجتني من الظلمة واديتني الطريق إلى النور. أشكرك لأنك أخرجتني من العبودية تحت سلطان إبليس واديتني النعمة في المسيح. يا رب بنيجي نهدي ليك كل حمد وشكر لأنك فعلا يا رب أحببتنا فضلا. وإحنا يا رب كنا بعيد واقعين في الخطية، لكن أنت اديتنا الحياة الأبدية. نشكرك يا رب ونحمد اسمك ونعلن أنك أنت الملك على الحياة والملك على كل قلب. اقبل يا رب تسبحاتنا في اسم المسيح. أمين. هللويا. الرب صالح، أخرجنا من الظلمة وظلال الموت وقطع كل قيودنا. أشبع نفسا مشتهية. هو أشبع الشعب في العهد القديم، لكن كمان بيشبع نفوسنا بالمسيح. هاليلويا. الرب صالح. هاليلويا. الرب صالح إلى الأبد رحمته، لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة ملأ خبزا. هاليلويا. الرب صالح. هاليلويا. الرب صالح. هاليلويا. الرب صالح إلى الأبد رحمته. أشكرك. أخرجنا من الظلمات وظلال الموت وقطع كل قيودنا. قطع. الرب صالح. هاليلويا. الرب صالح. هاليلويا. الرب صالح إلى الأبد رحمته. مجد الرب في وسط الكنيسة بنعلن وبنعبر عنه بالتسبيح. أصوات الحمد، كمل في الشكر والحمد ليه؟ لأن الرب صالح. غنوا معايا يا شعب الرب. غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم ليه. خلوا هتاف تسبحنا ولوي يعلن مصرنا فيه. واليوم مجيء نكون شعب اللي مستني، ومعانا في سماء تفضل ترنم ليه. قلبي يهتف للي فداني بدمه على الصليب. روحي وعقلي ويا لساني يعظم أغلى حبيب. بسجود وحمد وعود أمجد اسمه أعلي. وفي ليل زمان الغربة يفضل قلبي يرنم لي. غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم لي. خلي هتاف تسبحنا يدور ويعلن نصرنا فيه. واليوم مجيء نكون
شعب كل مستني ومعاه هناك في سماء تفضل ترنم لي وسط الحرب وهتفي انا برفع قلبي لي وعده يثبت فيا ايماني خليني اهتف لي جنيون سجون وجيوش حروب نكسرها بالتسبيح لما بيعلى هتاف كمان مجدا للمسيح غنوا معايا شعب الرب تعالوا نرنم لي خلي هتاف تسبح يدوي ويعلن نصرنا فيه واليوم مجيء نكون شعب اللي مستني ومعاه هناك في سماء تفضل ترنم لي مجد الرب في وسط كنيسته بنعلنه بالتسبيح أصوات الحمد بنهتف على اسم المسيح رافعين صليب الرب نحن الدم مفديين خلبين جنود الشر باسمه دايما منتصرين غنوا معايا شعب الرب تعالوا نرنم ليه خلي هتاف تسبح نيدا ويعلن نصرنا فيه واليوم مجيء نكون شعب اللي مستنيه ومعاه هناك في سماء بنعيش في كل يوم والتسبيح بيملى قلوبنا وكمان بتعبر عنه شفايفنا حتى في وسط الأزمة أيوة في وسط الضيق حتى زي بولس كده وسيلة لما كانوا في السجن أيوة هنسبح ليه؟ لأن زي ما ابتدينا الاجتماع أن الله أخرجنا من ظلمة الموت وتحت سلطان إبليس إدانا الحرية وعايشين في النور لأننا بنؤمن أن الرب يسوع فدانا بدمه على الصليب أمين تسبيح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب مين عنده شوية تعب النهاردة؟ مش شايف غير اتنين بس تلاتة طبك وأغلبين أمين بنكسر هذه الروح روح التعب روح الانكسار روح بنسميها الكسرة أمين في دم المسيح تغفر أسبح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب أسبح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب وسط الأزمات وعدك وعدك مضمون من بين ألمات ترفع وتزول وسط الأزمات وعدك مضمون من بين ألمات ترفع وتزول تسبح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأفعال بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب تسبح يعلى لك ويزيد حتى الأتعاب في من تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب أعلى الأسوار من دوس عبيد ولا يوم نحار وياك غالبين أعلى الأسوار من دوس عبيد ولا يوم نحار وياك غالبين تسبح على لك ويزيد حتى الأتعاب بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب تسبح على لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب وأراضي بعيد اليوم هتعود بالوعد أكيد هنفك قيود وأراضي بعيد اليوم هتعود بالوعد أكيد هنفك قيود تسبح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب تسبح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب وانت في دماغك او في فكرك دلوقتي اي شخص بعيد دي ارض بعيدة عن الله تعال ارفع كده صلاة تشفعية وقول يا رب في اسم المسيح
أنا بالإيمان بأعلن إنك أنت تقدر توصل لهذا القلب البعيد عن محبتك وعن نعمتك. أمين. الله له طرقه، هو هيوصل لكل إنسان، بس إحنا بالإيمان لازم ناخد الخطوة بتاعتنا ونقول ونعلن إن الله محب لكل إنسان خاطئ وبعيد عنه. أنا جاي بذبيحة حمد، بنكمل في الشكر والحمد لأن الله صالح، بقدمها بقلب الفرحان. ملك المجد واسمك عالي وفي إيدك السلطان، كل الأمم كل الشعوب، أنت في يوم مجيئه الثاني ستسجد كل ركبة ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو ابن الله. حمد بقدمها بقلب الفرحان، جايب لحمي في ايدي وكلمة بقدمها بإيمان، جايب ذبيحة حمد بقدمها بقلب الفرحان، جايب لحمي في ايدي وكلمة بقدمها بإيمان، جاي وبقدم ليك باللي في ايدك ليك، جاي وبقدم ليك باللي في ايدك ليك، يا وطن الإنسان يا فادي علمني علمني أقدم ليك تسبح يا غالي ليك، علمني أقدم ليك تسبح يا غالي ليك، وأكون كذبيحة حمد أنا بين إيديك، وأكون كذبيحة حمد أنا بين إيديك، يلي اديتني حياتي حب أنا بهدي حياتي ليك، حبك ساكن جوا القلب وقلبي ساكن في ايديك، ياللي اديتني حياتك حب انا بهدي حياتي ليك، حبك ساكن جوا القلب وقلبي ساكن في ايديك، قلبي يغني اكيد طول ما الحب يزيد، قلبي يغني اكيد طول ما الحب يزيد، ويزيد الايمان يا وطن الانسان، علمني أقدم ليك تسبح يرفعني ليك، علمني أقدم ليك تسبح يرفعني ليك، وأكون كذبيحة حمد أنا بين إيديك، وأكون كذبيحة حمد أنا بين إيديك، اسمك أحلى أسامي الدنيا وأحلى أسامي الكون، مجد الاسم يسوع للغالي وللجمل المطعون، أحلى أسامي الدنيا وأحلى أسامي الكون، مجد الاسم يسوع للغالي وللجنب المطعوم، شمس الأرض تغيب والنور يبقى صليب، شمس الأرض تغيب والنور يبقى صليب، رايد الحق كتاب يا وطن الإنسان، علمني أقدم ليك تسبح يرفعني ليك، علمني أقدم ليك تسبح يرفعني ليك، وأكون كذبيحة حمد أنا بين إيديك، وأكون كذبيحة حمد أنا بين إيديك، ملك المجد واسمك عالي وإيديك السلطان، أمم الأرض وكل شعوبها وكل ملوكها كمان، ملك المجد واسمك عالي وفي إيديك السلطان، أمم الأرض وكل شعوبها وكل ملوكها بكرة تسجد ليك تقطع تحت ايديك، بكرة تسجد ليك تقطع تحت ايديك، يا صاحب السلطان يا وطن الإنسان، علمني أقدم ليك تسبح يرفعني ليك، علمني أقدم ليك تسبح يرفعني ليك، وأكون كذبيحة حمد أنا بين إيديك، وأكون بولس الرسول الكنيسة في كولوسي أصحاح 1 وعدد 12 ل 14 بيقول كده: شاكرين الرب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، زي ما احنا قلنا خرجنا من الظلمة للنور.
الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه، بدم يسوع غفران الخطايا. عشان كده المرنم في الترنيم اللي جاي بيقول أحبك، أحبك لأنك أحببتني أولا. صليبك وعلى دمك اللي بيغطيني وبيغطاني في كل يوم. Thank you.
في آخر أصحاح، في أصحاح 22 من عدد 17 و 20 و 21 بكده، يقول الروح، الروح والعروس اللي هي الكنيسة يقولان تعالى، ومن يسمع فليقل تعالى، من يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. يقول الشاهد بهذا، ده الرب يسوع نفسه، نعم أنا آتي سريعا. أمين، ده يوحنا وإحنا بنشترك معاه بنقول أمين، تعال أيها الرب يسوع. وبعد كده بيختم بيقول نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. عشان كده هنقول في انتظارك وأنا منتظر مجيئك التاني، بأغني لحن الأشواق يا رب، أنا مشتاق ليك. أنت احتويتني زي ما رنمنا في الصليب، غطتني بدمك، وأنا عايش كل يوم مستني هذا اللقاء. يا من احتويتني في جراحك هنا، وحصرتني في أسر حبك، يا من فداك كان من أجلي نجاتي، إذ نزيف من دماء غسل عيبا فؤادي، ضامني من الهلاك. في انتظارك أغني لحن أشواق اللقاء، حتى ذا اليوم سأحيا أعلن حب السماء. في انتظارك أغني لحن أشواق اللقاء، حتى ذا اليوم سأحيا أعلن حب السماء. يا من اشتريتني دافعا أغلى حساب، دافعا جزاء جرمي، حاملا عني العقاب. كيف أوفك وليس عندي فأنا التراب؟ كيف أوفك وديني كيف يوفيه حساب؟ في انتظارك أغني لحن أشواق اللقاء، حتى ذا اليوم سأحيا أعلن حب السماء. في انتظارك أغني لحن أشواق اللقاء، حتى ذا اليوم سأحيا أعلن حب السماء. ربي وعدك سقاطي، قوة من عندك، في الشدائد معينا قد وجدت شخصك، وتعزني فأنسى بعضي ناظرا لك. فاملأن بالروح قلبي، أحيا عمري ملكك. في انتظارك أغني لحن أشواق اللقاء، حتى ذا اليوم سأحيا أعلن حب السماء. في انتظارك أغني لحن أشواق اللقاء، حتى ذا اليوم سأحيا أعلن حب السماء. يعني إيه أعلن حب السماء؟ يعني أعلن واتكلم في كل يوم، في بيتك، في شغلك، في جيرانك، مع جيرانك، إن الله بيحب كل إنسان. علشان كده ده دورنا كلنا، مش بس إن إحنا استمتعنا بمحبة الله، لكن كمان نعلن هذا الحب. تعالوا نعيد العدد الثالث مرة تانية. قول يا رب اديني القوة، مش بس إنك تعني في الشدائد، لكن كمان إن أقدر أعلن عن محبتك لكل إنسان محتاج. أمين؟ أمين؟ ربي وعدك سطاتي، قوة من عندك، في الشدائد معينا قد وجدت شخصك، وتعزني فأنسى ضعفي صادرا لك. فاملأن بالروح قلبي، أحيا عمري ملكك. في انتظارك أغني لحن أشواق اللقاء، حتى ذا اليوم سأحيا أعلن حب السماء. في انتظارك أغني لحن
Sunday children, please come forward. Turn this way, please, so I can see you. Come this way. And look at me, please. How are you today? Good. So today we are going to pray for two things. You are going to pray for your parents and pray for your Sunday school teacher. For what? To give them wisdom and guidance and bless them. Okay? Anyone want to pray for those two things? We're going to pray for who? Our parents and our Sunday school teachers. Okay, for what? For wisdom. Excellent. Blessings. For blessings. And guidance. Guidance. ممكن تصلوا واحنا كشعب كأبهات كجدود كقادة تعالوا نصلي ان الله يدي حكمة لكل أب وكل أم وكل جد وكل تيتا وكل قائد ان فعلا محتاجين ان الروح القدس يدي هذه الحكمة والبركة. امين. Can you pray after me please? Please God, bless my parents. Give them wisdom and guidance. Please, God, bless my Sunday school teachers. Give them wisdom and guidance. In Jesus' name we pray, amen. Amen. You can go to your classes. المرنم في الترنيمة اللي جاية بيقول أنا هأشدو حبا لإله، برضه هعبر عن محبة ربنا لأن هو أحبنا أولا، حتى لو إن شرط أو ضللت. شرط ضللت يعني تهت، بس شرطت فيها توهان بنوع من أنواع العند، يعني بأن أنا قاصد أبعد يعني. سواء الإنسان تاه غصبا عنه أو مش واخد باله يعني، أو هو حتى ساعات بيقصد أن الإنسان بيبعد عن ربنا، لكن أمين محبة الله ونعمته بترجع أي إنسان بعيد. See you.
انشردت أو ضللت عنه يوما ردني فإن شردت أو ضللت عنه يوما المسيح قبول والعرش النعمة. ودايما لما بعوز مش لما بعوز لما باجي كل يوم وبتقدم إلى الأقداس أنا بدخل ومتغطي بدم المسيح. أنا بيك خطاياي مغفورة. كل يوم يعني ابتدي يومك بأنك أنت تقول يا رب أشكرك أنك بتغفر لي الخطايا، مش بس القديمة لكن حتى اللي كل يوم برتكبها. ولازم يكون عندنا التدريب اليومي، وأنا أولكم إن احنا نعترف بهذه الخطايا ونقدم توبة حقيقية ونتغطى بدم المسيح. بيك يا يسوع، بيك يا
يسوع المسيح عمري مليان بالتسبيح ولساني هيهتف ويرنم يعلن عن مجدك بك يا يسوع المسيح عمري مليان بالتسبيح ولساني بيهتف ويرنم يعلن عن مجدك وهيرفعك في وسطينا وتمرح قلبك اغانينا شفايفنا تعترف باسمك من كل حبك مواعيدك عجيبة، محبتك يا رب برضو عجيبة جدا، وسلامك بيقول سلام الله كده عجيب برضو في الترنيمة اللي جاية. تعالوا نشترك مع المرنم في الترنيمة. سلام الله بيفوق كل عقل، يعني أنا بعقلي المحدود مش قادر أستوعب إزاي أنا بمر بالضيقة دي أو بمر بالوقت الكسرة ده، لكن الله بيبعت هذا السلام. تعالوا نقول مع بعض أمور الله عجيبة ونختم بها فترة التسبيح.
يصلي وأنا هطلب من حضرة القسيس أن يتفضل لي. كلمني في هذا الصباح، في هذا اليوم. أنا جاي، يمكن زي ما سمعنا في الترانيم، أنا جاي قلبي مضطرب، قلبي منزعج، لكن السلام الحقيقي والهدوء الحقيقي هو عندك أنت. فأنا جاي لمكان الراحة، فأقول له يا رب أنا محتاج لك النهاردة. سلام الله عجيب في وسط الخطر، في وسط الضيق، في وسط الألم. العالم من حولنا بيئن، والأمور أحبائي تزداد من سوء إلى أسوأ. اللي بيتابع الأخبار أو بيتابع سوشيال ميديا، كل أمور العالم كلها مضطربة، لأن ما فيش حاجة. العالم زي ما قال الكتاب قد وضع في الشرير، لأن إبليس هو رئيس سلطان الهواء. لكن شكرا للرب، المؤمن في وسط الخطر عنده ملجأ، عنده صخرة منيعة يلجأ إليها. مكتوب اسمه الرب برج حصين، يركض إليه الصديق ويتمنى. تعال ليه النهاردة، قول يا رب اتكلم إلى قلبي، أنا جاي وعطشان، أنا جاي ومحتاج لك أنت. وما فيش حد يسد الاحتياج أحبائي إلا شخص الرب. لتكلم إلى قلبي، تكلم إلى المتكلم. المتكلم ما يعرفش احتياج أي واحد فينا، لكن أنت يا رب اللي عارف القلب ومختبر الكلى. يا رب احنا جايين ومنتظرينك في هذه الفرصة، قلوبنا مرفوعة إليك ومحتاجين يا رب لعمل وقوة الروح القدس اللي يتكلم إلينا النهاردة. يا رب عايزين نسمع صوتك أنت، لا صوت إنسان. تكلم في عبدك، أعطي عبدك قوة يا رب في الروح وفي الجسد، أن تؤيدوا وتؤازروا بقوة وعمل الروح القدس. واعطينا الأذان الصاغية والقلوب المفتوحة حتى تأتي كلمتك على أرض جيدة فتثمر في حياتنا. لكل الشكر لكل الحمد. آمين آمين آمين. نشكر رب أحبائي لأجل هذه الفرصة ولأجل فترة التسبيح والترنيم. نشكر رب لأجل كل فرصة فيها بنيجي قدامه، بننسى أتعابنا، ننسى همومنا، ننسى أحزان. انسى نفسك في هذا، لازم المرن يقول فانسى نفسك إذن وفكرن فيه. لو هتفتح ذهنك لشوشرة العالم، الشيطان ينجح أن يأخذ أفكارك بعيد، لكن قول يا رب أحصر فكري في شخصك النهاردة. مسرورين جدا أحبائي كنت في بيننا الفاضل الشيخ يوسف نسان، دايما لما بيكون هنا بنتمتع بحضوره معانا هنا، فصلي أن الرب يعطيه كلمة عند افتتاح الفم ويؤازر أحبائي بقوة روحية وقوة جسدية أيضا. كده شغال. انتوا كنيسة مميزة اولا بالتسبيح. في كنائس في مصر دايما يعني دوروا على مرنم يبقى موجود. انتوا اعتقد الكنيسة اللي فيها اربعة، على الاقل اربعة اللي انا اعرفهم شخصيا وتعاملت معاهم وكان عندي فرصة ان نخدم معاهم واشاركهم في الخدمة. منهم اخويا الدكتور مدحت، ومنهم سامح بسطة، وفي اخواتي كلهم يعني، وحبيب قلبي بقى هاني، خدمنا مع بعض فترات، واخويا ناصر مش كده هنا برضك بيجي، ناصر موسى. دول على الاقل اللي اعرفهم. فانتوا مغبوطين، لان التسبيح من اروع ومن امجد ومن اجمل الاشياء في حياه المؤمن،
وهو بيسبح الرب وبيديله الإكرام والعبادة اللائقة بشخصه. تاني حاجة قبل ما أخذ الخدمة، بشكركم جدا لدعمكم لخدمة دار الكتاب المقدس. أخويا أشرف حاليا موجود في القاهرة في معرض القاهرة الدولي، وفي أنشطة كتيرة الحمد لله بيحضرها مع لدار الكتاب هناك، فإن شاء الله لما يرجع يبلغكم ويشارككم ببعض الأخبار. بس بشكر الكنيسة لدعمها الدائم لخدمة دار الكتاب وكلمة الله في مصر وكل المتكلمين باللغة العربية. اللي شغلني النهاردة أنا عنوان سميته ثلاثية الطريق والحق والحياة، ثلاثية الطريق والحق والحياة، وديته عنوان أصغر شوية لأنه العنوان الأكبر هي هذه الثلاثية، ثلاث أزمات في حياة المسيح على الأرض مرتبطة بهذا الإعلان. ثلاث أزمات مروا في حياة المسيح على الأرض مرتبطة بعنوان أو إعلان الرب أنه هو الطريق والحق والحياة. هنفتح مع بعض إنجيل يوحنا إصحاح 14. وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. خلينا في عدد 4. رب يسوع في العلية بيتكلم مع تلاميذه بيقول لهم أنا ذاهب وأنتم تعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. إحنا مديونين لكل إنسان تقابل مع المسيح في الأرض وسأله، سأل الرب يسوع سؤال وأخذ من الرب يسوع إجابة ما كانتش ليه هو بس لكن لكل الذين سيقرؤون الكلمة. توما هنا لم يتردد، ما قالش إن أنا فاهم، قال أنا مش فاهم. وعشان كده في عدد 5 يقول الكتاب قال له توما يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق. فجاء هذا الإعلان العظيم الثلاثي. المسيح عرف نفسه 7 مرات في إنجيل يوحنا بتعبير أنا هو. هذا هو الإجابة أو الإعلان الثلاثي الذي لا نظير له. دائما أنا هو الباب، أنا هو النور العالم، أنا هو القيامة والحياة، قالها المرثى في الإصحاح 11. لكن المرة الوحيدة اللي كان فيه إعلان ثلاثي بقى في عدد 6 قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فالمسيح هو الطريق والمسيح هو الحق والمسيح هو الحياة. لم يتجرأ، لم يأتي لذهن إنسان أو نبي قبل المسيح أو بعد المسيح أن يشير إلى نفسه باعتباره الحق. كل نبي أرسله الله أو لم يرسله الله، نبي حقيقي أو كاذب، كانت رسالته أني سأريكم، سأدلكم، سأعلن ليكم الحق، أو حواريكم الطريق، أو هقول لكم السبيل للحياة. المسيح الوحيد اللي لما عرف قال أنا هو الطريق، أنا هو الحق، أنا هو الحياة. الثلاث أزمات موجودين في يوحنا 6 ويوحنا 12 ويوحنا 19. الأزمة الأولى كانت مع تلاميذه، كلام ده هنقراه في يوحنا 6 وهنفتح من عدد 66. فقال كثيرون من تلاميذه السمعوا، كان بيتكلم عن أنه هو الخبز النازل من السماء، هو المن، فكلام كان صعب. فالتلاميذ مش الجمهور مش الجموع، تلاميذه. فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا أن هذا الكلام صعب من يقدر أن يسمعه. هنكمل لغاية عدد 67. فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتزمرون على هذا، فقال لهم أهذا يعثركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا، والروح، الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا، الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. لكن
منكم قوم لا يؤمنون لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه؟ فقال لهذا قلت لكم أنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي. من هذا الوقت، دي الآية اللي احنا نقف عندها بقى، من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه، مش من الجموع، مش من العامة، من أتباعه، من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء الأخطر بقى، ولم يعودوا يمشون معه على الإطلاق، ما رجعوش تاني. احنا عندنا ترنيمة جميلة جدا، صممت أني أتبع يسوع بلا رجوع، دول ده ترنيمتهم أو كلامهم هنا، صممت أني أترك يسوع بلا رجوع. اللي بيتكلم عنه المسيح هنا تلاميذه، مش ال 12 بس، تلاميذه. الكلام ده واضح في لوقا 6، نروح للوقا 6 لما المسيح اختار تلاميذه. ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم، كان في عدد عشان كده، مش دلوقتي لكن مش هنجيبها دلوقتي، لكن في يوحنا 6، في نهاية يوحنا 6 في عدد 69 و70 بيقول لهم لستم أنتم الذين اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم، أنا اللي اخترتكم. في زمن المسيح المعلم ما كانش يختار تلاميذه، التلميذ هو اللي يختار. يعني بولس يقول أنا عايز التلمذ عند غملائيل، بعد 6 أشهر من التلمذة من حق غملائيل يقول له أنت ما تنفعش تبقى تلميذ، بس مش غملائيل اللي يروح لبولس. المسيح عمل عكس كل اللي كانوا المعلمين بيعملوه، هو اللي اختار تلاميذه، هو اللي اختار بطرس وإندراوس ويوحنا ويعقوب ومتى وتوما، كل دول، كل إنسان منهم هو اللي اختاره وهو اللي أقامه. بس هنا بيتكلم مش بس على 12، بيتكلم ولا على 70. المسيح كان فيه كتير من تابعي تلاميذ لي، لما سمعوا الكلام ده لقوه صعب، رجعوا إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. يا مناس أتذكرهم وكتير تتذكرونهم، كانوا ليل نهار في الكنيسة على الأقل في مصر، وفي الخدمة وفي الترنيم والتسبيح والمؤتمرات والقوافل، وكانوا بحماس، كانوا بصدق، كانوا بحب منتمين بالكامل للمسيح، وإحنا بنشهد بكده، كانوا تلاميذ للمسيح. لكن النهاردة مش موجودين، يمكن أولادهم موجودين في مدارس أحد أو في خدمة ما، لكن هم مش موجودين، هم منشغلين، لم يعودوا تلاميذ فيما بعد، تركوا المسيح. فالبدايات مش كافية مهما كانت رائعة، البدايات بتاعتنا مش كفاية. المهم أنا النهاردة إيه؟ المهم بكرة هبكون إيه؟ عشان كده كاتب سفر العبرانيين، أعتقد عبرانيين 12 عدد 7 أو 13 عدد 7 مش فاكر، بيقول انظروا إيه؟ آسف، عبرانيين 12 عدد 7 13 عدد 7 أنا آسف 13 عدد 7 هو آخر إصحاح. في 13 عدد 7 اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم. أنا النهاردة يوسف نسان أشكر ربنا عندي عشرات من الشخصيات اللي رحت السماء واللي عايشة دلوقتي، اللي عندها 70 و80 وعدت 90 سنة. أنظر إلى نهاية سيرتهم، ورب بيقولي تمثلوا بيهم، تمثلوا بإيمانهم، تمسكهم بالرب بيزداد أضعاف من هم كانوا شباب. الخبرة اللي بينهم بين رب أكدت لهم المعية، الحماية، الرعاية. مش في حل أن أنا أقول أسماء، لكن في أسماء كتير في ذهني من هؤلاء المرشدين، من هؤلاء العمالقة، من هؤلاء الأيقونات اللي تمسكوا بالرب للنهاية وكانوا شهود مش على المنبر،
في حياتهم في بيوتهم. كيف نعيش للرب اليوم؟ احنا مش تاريخ معتمدين عليه، احنا النهاردة عايشين ازاي؟ عشان كده في فيليبي 3:18 بولس الرسول بيقول آية غريبة، والآية دي متكررة في روميا وفي تيموثاوس. ما يشبه الآية دي في فيليبي 3:18، إن شاء الله تطلع. لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم باكيا، هم أعداء صليب المسيح. الآن كنت بفك يعني كنت أذكرهم كتير، كانوا دايما على ألسنتي، دايما أتكلم عنهم. أنتوا فاكرينهم وأنا فاكرهم، أنا عارفهم، مش هقول أسمائهم بس أنتوا عارفينهم. الآن اليوم أذكرهم باكيا. الأمر ده متكرر لو ترجعوا في روميا 16:17 و18، تيموثاوس 2:3 والأولى 4، يعني متكرر كتير جدا. إحنا عايشين للرب إزاي النهاردة؟ مش خبراتنا يعني القديمة، مش أيامنا المجيدة، لكن حياتنا النهاردة. أول أزمة مرت على المسيح ما كانش بسيطة، تلاميذ تركوا وهو الطريق، ضلوا الطريق، اختاروا طرق تانية، صمموا أنهم لن يتبعوا المسيح ثانية. الأزمة الثانية موجودة في يوحنا 12. فالأولى كانت تلاميذ تركوه، اللي جاية دي الجموع بقى، الشعب، العالم اللي المسيح يعلن لهم كل يوم. ومع أنه، شوفوا آية غريبة، ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به. كثير من الناس يقولك بس هو لو يعمل معجزة، لو يقيم واحد من الموتى ما أقام لعاذر، ما هو نفسه أقيم من بين الأموات، مين اللي آمن؟ دي اتعملت المؤامرات عشان لعاذر يموت تاني، عشان يخفوا الدليل. كانت كل المؤامرة كيف يقتلون لعاذر اللي لسه يعني طلع من القبر من يومين، عايزين يموتوه تاني. المعجزة اللي احنا بندور عليها مش هي دي اللي هتزود. مع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها، لا يمكن حصره، لا يمكن مقاومته ولا إنكاره، لم يؤمنوا به. فعدد 39، لهذا لم يقدروا. في ناس لم تؤمنوا، في ناس لم تقدر أن تؤمن. فعدد 42، ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء، غير أنهم لسبب الفريسين لم يعترفوا به. احنا هنا مش قصاد تلاميذ تركوه، لكن جموع رفضوه، أنكروه، وهو الحق. مفيش حق تاني، مفيش حاجة بديلة، مفيش حاجة شبه يسوع أبدا. أنت لإما بتختار الحق، لإما بتختار يسوع، لإما بترفض الحق، لما بترفض يسوع. جموع بقى، شعب كامل جاله المسيح. إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله، رفضوه. دي أزمة كبيرة. هو جاي للمشروع ده، هو جاي لهذه، لقراء إنجيل يوحنا 12
آخر لقاء للرب يسوع مع جموع، آخر مشهد علني للمسيح، آخر فرصة للناس دي. من 13 عدد واحد سيكون في العلية مع تلاميذه، في 18 عدد 3 يتقبض عليه، من 13 إلى 18 هو بس مع تلاميذه. دي كانت آخر فرصة، هم أنكروه، هم رفضوه، لم يؤمنوا به رغم كل الآيات اللي صنعها. تلاميذ تركوه، جموع رفضوه. الأزمة الثالثة بقى في يوحنا 19، خلوا بالكم في محاكمة المسيح اللي استمرت تقريبا من 12 منتصف الليل إلى 6 أو 7 صباحا، 7 ساعات من المحاكمة أخذت 6 مراحل. المسيح كان منهك، منهك للغاية، مش كده جابوا نيقوديموس عشان يشيل الصليب. المسيح في المحاكمات دي بيلاطس حاول 6 مرات أن يبرئ المسيح، إدى 6 حلول بما فيهم زوجته امرأة بيلاطس، 6 مرات الأممي الروماني المحتل المستعمر عايز ينقذ المسيح، لأن هو بيقول الكتاب أنه علم أنهم أسلموا حسدا، أسلموا حسدا عشان تعلق الناس بيه، عشان الشعبية الطاغية، عشان قد إيه الناس كانت بتحب الرب يسوع، أسلموا حسدا. فحينئذ يقول الكتاب في يوحنا 19:16، حينئذ أسلمه إليهم ده بيلاطس ليصلب، فأخذوا يسوع ومضوا به في عدد، فخرج وهو حامل صليبه في عدد 19 حيث صلبوا. قادة اليهود، مش تلاميذه ولا الجموع، القادة يصلبوه وهو الحياة، بيموتوا الحياة. هو الطريق، لو تركناه ضللنا، وهو الحق، وما فيش حق مساوي ليه أو بديل ليه. وهو الحياة، هو رب الحياة، فيه كانت الحياة، هو رب الحياة. من أجمل القراءات اللي أنا قريتها كتاب اسمه محمد والمسيح معا على الطريق، أنصحكم لو تقدروا تقروه، لشيخ اسمه خالد محمد خالد. الكتاب ده أنا قريته من زمن طويل وأعدت قراءته كثيرا وقدمته في برامج. خالد محمد خالد في الفصل الأخير، عارف لما بتختم الكتاب، يعني لو نسيت كل الفصول اللي قبل كده مش هتنسى الفصل الأخير. الفصل الأخير كان تحت مسمى واليوم، هو مسمي الفصل الأخير واليوم يسوع أم باراباس، وبيقول لو تقدم اليوم افتراضا إن قصاد العالم اختيار من جديد، يصلبوا مين؟ هيرجعوا يصلبوا المسيح ولا هيصلبوا باراباس المجرم؟ هو بيقول سيصلبوا ايه؟ المسيح، هيصلبوا المسيح من جديد، هيصلبوا، هو يقول هيصلبوا المحبة، هيصلبوا الحياة، هو اللي بيكتب، هيصلبوا الغفران، هيصلبوا الإنسانية. وأنا بقول لكم في كل مرة بننكره إحنا بنصلبه، في كل مرة بنخفي الصليب إحنا بنصلبه من جديد. المسيح يصلب من جديد كل مرة بننكره فيه، بأفعالنا قبل كلامنا، بحياتنا، بسلوكنا، جوه بيتنا، جوه الكنيسة، قبل حتى المجتمع برا. قد إيه معترفين بيه رب، قد إيه هو بالنسبة لنا الحياة. قد إيه هو الطريق والحق والحياة.
قد إيه الإعلان الثلاثي ده حقيقة متجسدة في حياتي، قد إيه زوجتي، قد إيه ابني، قد إيه أصدقائي، قبل الناس اللي بيسمعوني في الخدمات، قد إيه الناس دي شايفة إن ده اعترافي وده إيماني، دي حقيقة حياتي، مش الكلمات اللي بنرنمها ولا اللي بنصليها ولا حتى قانون الإيمان اللي بنعترف به، أبداً أبداً لا شأن للأمور دي، زيرو. مع إن العقيدة مهمة وقانون الإيمان السليم أو العقيدة السليمة شيء ضرورية، لكن الأهم هي الحياة، كيف نعيش، بما نؤمن، هل بالنسبة لنا هو الطريق والحق والحياة ولا لا؟ إلى اليوم، للحظة دي، مش في الماضي، الثلاثية دي بتضعنا أمام مرآة كاشفة لحياتنا، قد إيه إحنا بنحب الرب، قد إيه إحنا ملتزمين بالرب، قد إيه إحنا تابعين حقيقيين، تلاميذ. نرجع بسرعة ليوحنا 6 عشان تعرفوا الرب عايز يقول لنا إيه النهاردة. بعد ما تلاميذ كتير تركوه في 67، يوحنا 6 67 في 66 67 فقال يسوع للإثنى عشر: أعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ وأنا بالنسبة لي الإثنى عشر هما الكنيسة، بما فيهم الخاين، بما فيهم يهوذا، هما الكنيسة، بما فيهم اللي هينكروا، بما فيهم اللي هيشك فيه، كل دول بما فيهم اللي بيؤمن بيه، بما فيهم اللي بيحبه، هما الكنيسة في لحظات الضعف، هما الكنيسة في لحظات الإيمان، هما الكنيسة، التلاميذ هما الكنيسة. وأوعى حد فينا يتجرأ يحكم على التلاميذ، أنت بتحكم على نفسك. فقال يسوع للإثنى عشر: أعلكم أنتم أيضا، الباب مفتوح، ما فيش تبعية بالغصب، أنت مش مضطر، أنت حر تماما من أول لحظة لآخر لحظة، أنت اللي بتقرر، القرار خاص بك أنت مش بيه، هو هو أحبك، هو قدم الدعوة. هنا بيقول: فقال يسوع للإثنى، في عدد 68 شوفوا بطرس: فأجابه سمعان بطرس: يا رب، إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك؟ في عدد 69: ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. ده طبعا ده الإعلان. أجابهم يسوع: أليس أني أنا اخترتكم الإثنى عشرة وواحد منكم شيطان؟ في عدد 71 قال عن يهوذا سمعان الإسخريوطي: لأن هذا كان مسمعا أن يسلمه وهو واحد من الإثنى عشرة. خلينا نحن نرقصنا في صلاة. يا رب بنشكرك لأنك أنت اللي اخترتنا وأقمتنا، بنشكرك يا رب، وعايزين كل لسان حنا ولسان بطرس الرسول: إلى من نذهب وحياتي الأبدية هي عندك. يا رب عايزين نتمسك بيك ونعلن في كل مكان إيماننا وثقتنا واتكلنا يا رب عليك. نشكرك لأنك أنت الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بك. وصلي يا رب لأجل كل شخص ماثل أمامك في هذه اللحظات، لأجل كل أسرة ممثلة أمامك، لأجل هذه الكنيسة، بصلي يا رب إن احنا نكون شهود أمناء لشخصك، نعلن عن محبتك لينا، عن صليبك، عن فدائك، عن دمك، عن غفرانك، عن هذه المائدة المقدسة المزمعين يا رب إن احنا نتقدم إليها، تكون فرصة حقيقية للشهادة، أن نعلن عن محبة المسيح، هو أحبنا أولا. يا رب بصلي إن احنا نعيش حياتنا، نعيش أيامنا شهادة حقيقية لشخصك، بنعكس صورتك، بنعلي اسمك، بنعلن مجدك في كل مكان نتواجد فيه. نصلي هذا في اسم المسيح ولكل المجد، آمين.
يسوع هو الطريق، هو الحق، هو الحياة، هو اللي في السماء دلوقتي بيشفع عن كل إنسان بيؤمن به. تعالوا نقول مع بعض ترنيمة إن ضليت عن الطريق قول يسوع. Oh,